ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وماذا يفعل من ولي الصف مكتمل؟ هل يسحب أحد من الصف ليصلي معها أم ماذا؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف، وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا جاء وقد اكتمل الصف فلا يجر أحدا، لأن حديث الاجتراب ضعيف، ولكن إن تمكن من الدخول إلى الإمام وكونه يصلي عن يمينه فإن هذا حسن، يعني يكون يقف عن يمين الإمام، وإن لم يتمكن وكان يعني لا يتوقع أن أحد يأتي ليكون معه ليكون معه صفة، وأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه يؤدي به لأن يعني يحرم من الصلاة، هذا يصلي وتفح صلاته لأنه مضطر ومعذور. وأما من غير اضطرار فهذا يبطل الصلاة وعليه أن يستأنفها.